ليش ما تعرضش مسرحية اللي لعبتها لغموضك شي جفيسة؟ زين، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم إخوان أخوات، إحنا المباشر مع إذاعة مجدة مع أختي أستاذة التالية، وغادي نبداو إن شاء الله اللقاء ديالنا، ونتمنى لكم ممتاز. لجينا معكم سمعنا الكرام ضمن فقراتنا الصباحية. صباح الخير من واجدة ومتابعتنا ديال هذا الصباح دائما فيما يخص مجموعة تاع الأنشطة اللي كتشهدها مدينة واجدة على الخصوص. طبعا شفنا الأسبوع المنصرم، كان مهرجان ديال المونودراما ومسرح الشارع لجميع الفئات، وما غاديش ننساو ذوي الهمم اللي حتى هما عندهم البصمة ديالهم مجال بالفنون في مجالات اخرى فنيه. وحنا مقبلين على الاحتفال اليوم العالمي لذوي الهمم اللي هو 30 دجنبر. استضفنا واحد الشريحه من الشباب، معنا قصوح عبد المنعم ومروان قطاري، هادو جوج ديال المواهب اللي برزات الكفاءه ديالها في التمثيل، وربما عندهم شيء كثير اللي غادي يتكلموا عليه. البدايه معك سي قسوح عبد المنعم، مرحبا بك معنا. دابا الشباب التواصل قطعته، نتمنى لك التوفيق السي قسوح، لان كنا استضفنا واحد العمل فني هذه المده، ودائما نبغيو نعرفوا الجديد ديالك، شنو هي الجديد من غير المسرحيه اللي كنتو دوزتوها. الحمد لله، و تذكرت اختي عليا ب 2005 6 ابريل 2005 استضفتني باش قمت لواحد المسرحيه مباركة البيبي اللي بناها في جمعيه شباب المعوقه وتقواها، و استضفتني وكنت كنقرا هذاك العام قرا تكنيسيان كونطابل. الحمد لله ديت تكنيك كونطابل، وخدمت في عدة شركات وستاجات وملاحظة تكنيك سبيسياليزي جيستيون دي زونتربريز كور دي سوار في الليل، وقرات بالليل ما شاء الله الحمد لله خديتو، وفوت مباريات إذا كتبقى قدوة لبزاف ديال الشباب الآن اللي ما ييأسش، بالعكس خصو يكافح ويجتهد. فعندكم المثل ديال قسوح المنعم، الحمد لله اللي نقولوا حققت واحد الجزء كبير في الحياه ديالك من ناحيه يعني الاندماج في المجتمع. كان امن بواحد الحكايه، واخا حكايه خرافيه، ولكن كان امن بهذا سيزيف اللي وصف لنا الحياه بواحد النمله اللي كتهز الماكله نتاعها وكتطلع الجبل وكطيح لها الماكله وتولي تهزها، وهذه في الاخير كتنجح. يعني كننصح للشباب انهم ما يأسوش طبعا، ما يأسوش لفقاته من رحمه الله. نعم، نشوفوا مروان قطاري. سي مروان مرحبا بك معنا مروان. شكرا. لان حتى انت مروان قطاري، حتى انت لا تقل موهبتك عن موهبه السي عبد المنعم في مجال المسرح. تكلمنا على المشاركة ديالك أول مرة في التمثيل، وفاش شاركت كامل المشوار ديالك كله. أول مرة شاركت في وقت الدراسة، كنت ندرس بمدرسة الأعمال، كانوا الأساتذة يقولوا لي انت عندك موهبه نتاع التمثيل ونتاع المسرح،
كنت نشارك في عدة جمعيات مع المسرح. يعني كنت كل ما تكون شي فرصة ديال شي مسرحية ولا كنت كتكون موجود؟ كنكون موجود فيها. نعم مزيان. مؤخرا كنت في مهرجان فيلم قصير، عفوا في المونودراما مسرح الشارع. نعم بالصدفة جات الحضور ديالك بالصدفة. بالصدفة جات الحضور ديالي لأن كنا شاركنا في ورشة، ديك هي عرضت واحد العرض، قالوا لي علاش لي ما تشاركش في مسرح شارع، قلت لهم مرحبا، ولهذا بهذا فرصة كنشكر مدير المهرجان رئيس الجمعية. إذن نتمنى يكونوا في الاستماع، وتحية لهم هذا المنبر، تحية لكل من يساند هذه المواهب. نرجع لك سي عبد المنعم والمشروع المستقبلي ديالكم الفني، شنو هو المشروع اللي دايرينه؟ بداية نبدا بمشروع قديم، كنا أنا سي مروان، يعني اللي حفزني هو حتى هو عنده دور كبير، حفزني باش نديرو فيلم قصير، ونظننا عليه، كنا دقينا أبواب وأبواب وأبواب باش نديروه، وكنا درنا سيناريو عاودنا سيناريو آخر وسيناريو في الأخير درنا فيلم طريق، ودا واحد مشاركة كبيرة في مهرجانات، مهرجان ليبيا، مهرجان الجزائر، مهرجان القدس، مهرجان العراق، وعدة مهرجانات وطنية منها الدار البيضاء، أكادير، أسافير، يعني الحمد لله يعني وصل الصدى ديالنا دوليا ووطنيا. جميل جدا. وديت واحد الفيلم قصير سميتو يوم من الأيام، اللي كيهضر على أولوجية شخص معاق، شارك فيه البطلين سي مروان قطاري سي جمال حلودي، لحقاش كانت واحد المسابقة في MSF MSF على الولوجيات. دابا دابا كتشتغل على ما كنفهم السي قصاد المنعم في المواضيع الفنية ديالك، كتشتغل على كل الهموم ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، جميع المشاكل اللي كتصيبهم ضروري، لأن نتوما اللي حاسين. أنا عشت وحسيت به، يعني ضروري أنني نوصل كلمة بطريقة فنية. طريقة فنية. واليوم احنا نوجد واحد الفيلم قصير ان شاء الله، انني نكتبه يعني في المشهد الثالث ولا الرابع ان شاء الله، وان شاء الله غادي نشوفوا الدعم من الثقه ديالنا، لحقاش دائما كنعتمدوا على الثقه ديالنا، كيدعمونا سواء ماديا او معنويا، يعني باش نوصلوا الفكره نتاعنا ان شاء الله. وديما احنا خدينا الطريق نتاع السينما كما قلنا، كما قلت لك الفيلم الاول هو على واحد تاكسي كبيره كتوصلنا للمحطات متعدده. نعم اكيد فيلم قصير كيلزمو بزاف ديال الاليات باش يتحقق. شنو هي شكون هما الاشخاص مثلا اللي كتشوفهم واقفين معاكم مساندينكم؟ بزاف من بينهم الأول سي الحسين بولحية اللي وصلنا الأول، كان سي خضر حمداوي، سي محمد طوطي، سي فاهم بياش، يعني والآباء ديالنا والأولياء ديالنا تاهما تاهما كيساندونا مكيعطيونا غير كلمة، وكل سمحوا لي سمع سميتو، يعني كلشي اللي فني وراهم بكلمة طيبة راها مساندة. كما قال ربي في القرآن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن أنا كنتمنى هذه رسالة للجميع، فهاد الأشخاص هم جديرين بالمساندة، جديرين بالتشجيع، فعلا كيقوموا بمجهودات جبارة من أجل إيصال الأصوات ديالهم
والانتقاء كان افضل فان قصه عبد المنعم ومروان قطاري او بعض الاسماء اللي ما موجوداش هنايا معنا فعلا كيشتغلوا على المواضيع التي تهم هذه الفئه واللي نادرا ما نتطرق اليها للاسف. هي فئه تستحق كل التشجيع منا والمسانده. نخلي لك واحد الكلمه اخيره مروان قطاري، شنو تبغي تقول للناس اللي كيسمعوا لينا، الناس اللي مهتمين بالمسرح؟ كنقول لها اي لقاء واحد يكلمها، اي لقاء صحفي ولا اجتماع ولا، كنقول لهم باللي معاق ما يقدرش يعبر على حياته الشخصية في المجتمع، بين المجتمع وبين ذاك كطا ما يقدر يعبر في المسرح والتمثيل والسينما وكل ما هو فن. إذن أي طريقة ذكية جدا من هذه الفئة على أنهم الصوت ديالهم يوصل لنا كاملين باش ندعمهم من خلال المسرح أو لا السينما، هو اختيار جيد وفكرة جيدة اللي نتمنى لها التوفيق، ولكن ما نتمناش نكونوا متفرجين فقط بل نكونوا مساندين. نخلي الكلمة أخيرة السؤال منعي. كلمة أخيرا، شكرا على هذه الكلمة. كل ما لينا قلنا بكل بلعنها احنا مشاركين في جوج افلام طويلة للطابع لرشيد الولي والعبد للإله جوهري خالتي تمتلي بفضل، لكن ما عليش راه درجة درجة، لكن خطوة هي خطوة خطوة درجة 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 ان شاء الله. راه كاين شي واحد غادي يسمعكم راه غادي يحسدوكم كيقول لك حنا ما تعطيناش الدور، كان يعني انتم محظوظين ان هاد الادوار تعطات لكم. وكنشكر اللي غنى بحال سي محمد حميم الصديق ديالي وممثل، ومحمد المرضي اللي غنى في الشاب باش غنى في الاخر فيلم العبد الذي يخرج ان شاء الله في رمضان، غادي تشوفونا ان شاء الله. ونشكر السي راشد الوالد اللي سندته هو، يعني نتمنوا ان كل شيء اللي كيساندنا كنشكرو بزاف بزاف بزاف، يعني هذا مساندة يعني غادي تلقاو الخير، ما تلقاوش هنا تلقاو في الآخرة، وربي كيعاونكم لأن الفئة خاصها مساندة. إذا قبل ما يكون خير هذا راه واجب، قبل ما يكون خير هذا راه واجب وحقكم. كنشكر الجميع وحنا حنا الدريفة عاوتاني مسرح ملحمة نتاع 16 صوت لمصطفى بن لوطي، وكنشكرو حتى هو من المنبر من السماح لما ما تكونش واحد عندنا تحية لكل توقيت. نعم توقيت ما حملاش، وتحياتي ليكم وشكرا بزاف. شكرا لك سي قصي عبد المنعم، شكرا مروان القنطاري، ونتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم، ونتمنى الناس تكون اذان صاغيه ومدعمه لكم. اخر كلمه سي ما بقناش الوقت معايا، سمحوا لنا حتى ما ننساش الزوجه نتاعي والبنت نتاعي اللي كتساعدني، تحيه لهم وتبارك الله عليكم. شكرا شكرا لك عبد المنعم، وشكرا مروان، ونتمنى لكم التوفيق.